على مدار 16 يوم تتواصل فعاليات الدورة 27 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء اللي بتنظمه دار الأوبرا المصرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي. النسخة الحالية من المهرجان بتشهد 37 حفل فني. من 27 سنة كان المهرجان لمدة أسبوع واحد، النهاردة احنا وصلنا لأسبوعين. كان بيتقدم 7 أو 8 فرق، النهاردة احنا معديين 30 و35 فرقة. حصلنا على 6 فرق منهم من الصين، من بنما، من المكسيك، بلاد العربية طبعا، تونس، سوريا، فلسطين. هي تاني مشاركة لنا في مهرجان القلعة وحاجة بنتشرف بيها ونتبسط بيها جدا. فكرة ان يبقى فيه اهتمام ان الموسيقى توصل لكل الناس دي حاجة عظيمة وبتبسطنا جدا ان احنا يبقى عندنا فرصة ان احنا نوصل مزيكتنا. حفلة المحكة بتكون لها يعني طابع خاص جدا، العدد الكبير من الجمهور، المسرح المكشوف، طبعا الاعدادات على مستوى عالي من حيث الصوت والاضاءه بتنظيم الاوبرا ووزاره الثقافه. بيكون حدث احنا بنتشرف ان احنا نشارك فيه كل مره، والحمد لله الجمهور احتفى بالتجربه وكانت حفله جميله الحمد لله. عروض متنوعة من الفنون الراقية والحفلات الغنائية استطاعت جذب أعداد كبيرة من الجمهور، خصوصا مع السعر الرمزي لتذكرة الدخول واللي بلغت 10 جنيهات. مهرجان جميل وأجواء لطيفة جدا في الصيف، والسعر رمزي ولام كل فئات المجتمع، لطيف جدا يعني. انا شفت ناس جاي اصلا مش عارفه مين اللي هيغني، يعني مش عارف، مش جايه الغاليه بن علي ولا جايه لحد معين، جايه تنبسط يعني، جايه اللي هي تخرج تنبسط حاجه بسعر مناسب. مهرجان جميل واجواء حلوه، وبجد يعني فعلا مصر فيها اماكن حلوه تزور. المختلف السنه دي ان هم جايبين فرق قريبه شويه من الشباب زي فؤاد ومنيب، الحاجات دي احنا كشباب بنحب نسمعها، وبنشكر يعني المنظمين ان هم جابوها الحفله ونقدر نشوفها النهارده باسعار مش غاليه قوي يعني. فرصة للاستمتاع بالطرب والألوان الفنية المتعددة من خلال مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، واللي هيستمر حتى 17 أغسطس الجاري. هشام الرباط، هنا العاصمة. الفرق الموسيقية بصراحة رائعة، يعني شفنا كده مقتطفات سريعة لكن جميلة جدا. كفاية ان الشعوب بتجتمع على ارض مصر، ده حال مصر دايما، الناس بتيجي تقدم مواهبها هنا علشان تتعرف، علشان يكون ليها جمهور اكبر من جمهورها بس في بلدها او في المنطقة المحيطة. مصر بلد الفنون، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء يمكن بيهدف لنفس الفكرة، وان انه كمان تكون المشاركه في دايره اكبر واوسع. مثلا انا سعيده بوجود فلسطين وسوريا وسط كل الظروف والاحداث السياسيه اللي بنتابعها، يمكن سوريا لا نذكرها الا بالمواقف اللي على ارضها والتغيرات السياسيه، المسلحين، المعارضه، المؤتمرات. النهارده احنا بنذكرها في هذا الحوار بشكل اخر ومختلف، بنذكرها بالفن وبالغناء وبالسحر والجمال السوري على المستوى الفني، وفلسطين أيضا لا تقل أهمية أكيد في الثراء الفني اللي بتمتلكه. برحب بالدكتور مجدي بغدادي، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا ومدير مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك. أنا هبتدي بأنه النهاردة احنا بنتكلم عن مهرجان أخذ الشارة الدولية، ألف مبروك، ده أكيد حدث بيفرق مع المهرجان ازاي؟ بيفرق انه كان المهرجان مقتصر على انه فرق مصرية. أيوة. بس النهاردة المهرجان لما خد الشارة الدولية بقى في جلب للموسيقات وللفولكلور من بلاد العالم، وده الشيء اللي بيهدف له المهرجان، انه بنتوسع بنزود المدارك السمعية والبصرية والفنية عند المجتمع المصري، مش بس مصر، لا، أنا على شكل أوسع، على نخرج بره بقى، نجيب من بلاد العالم كله. في الصين، في تونس، عندنا في المكسيك. الصين عندنا فيها فرقتين، عندنا بنما
أيوة. عندنا المكسيك عندنا طبعا فلسطين، عندنا زي ما حضرتك قلت سوريا، عندنا تونس. فشيء جميل جدا انه القلعة تستضيف طبعا الشعوب العربية والأجنبية بالضبط كده. في كمان في التقرير الفنان الكبير هاني شاكر واضح انه تألق في بداية المهرجان بأهم أغانيه، والحضور كان كبير جدا، ملفت ان الحضور كبير. تخطيته كم شخص؟ يعني احنا كان المتوقع ان يكون ما بين 3,000 و4,000 يعني. وصلتوا لكام؟ وصلنا ل 7,000 وكان شيء طبعا غير متوقع. طبعا جميل. الحمد لله، طبعا الحمد لله جدا. التذاكر يعني بتكون خاصة برسوم الدخول فقط العادية الرمزية؟ دخول القلعة. دخول القلعة يعني نفسها هي الأوبرا ودار الثقافة مصرة لأنه تقدم العروض دي بدون مقابل. يعني عايز أقول إيه، إن كل اللي بيتقدم أو معظم اللي بيتقدم في دور عروض الأوبرا بنحضره في القلعة. عايز أقول إيه، يعني ده حرص وزارة الثقافة لأنه يكون في عدالة ثقافية، إنه طبعاً اللي ما عندوش إمكانية اللي يروح الأوبرا لا، والناس تستمتع بالفن ده بالظبط. يعني مش لازم تدفع مبالغ علشان تتفرج وعلشان تشارك، وإحنا دايما بنتكلم على المشاركة أولا وأخيرا، لأنه ده اللي بيدي حيوية وروح للمهرجان. ممكن ننظم حاجة جميلة جدا والحضور يبقى قليل. ده حقيقي، ده حقيقي فعلا. يعني زي ما حضرتك قلتي في التقرير عدينا 6,000 و7,000 واحد، وفرصة بقى لكل الناس اللي عايشة في المنطقة اللي هم في الصيف في الأجازة لو عايز يتفرج على هاني شاكر ولا يتفرج على طبعا على أكيد. حفلة هاني شاكر كانت كبيرة جداً من ناحية الحضور، يعني جدا 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 وإقبال، وناس قاعدة بتستمتع ومبسوطة وبتسمع. مين من الفنانين كمان المصريين موجودين في المهرجان إما بالمشاركة أو بالتكريم؟ فعلا كان في عدد من المكرمين، منهم فنانين ومنهم بيشتغلوا على الفن برضه. يعني زي ما نقول الاستاذ المخرج سيد ابو الهدى، المخرج المصري المعروف، هو من اول المخرجين اللي كانوا بينقلوا الاحداث الثقافيه والكلاسيكيه من دار الاوبرا في عروضها. الأستاذة كريمة حرك الصحفية المعروفة، دول اللي هم مش موسيقيين أو فنانين. نروح بقى للفنانين طبعا، الأستاذ هاني شاكر، الأستاذ مدحت صالح. مش بس كده، نروح بقى نخش جوه الأوبرا أكتر، عازفين الأوركسترا وناس اللي يعني كان لهم باع في الأوركسترا ولهم تاريخ مع الأوركسترا القاهرة سيمفوني، دكتور محمد حمدي أستاذ آلة الكلارنيت بالكونترباس وعازف الكلارنيت الأول، الأستاذ علاء خليل رائد مجموعة الفيولا على زمن طويل، الأستاذ حاتم منصور ده الفني المتخصص في ضبط وإصلاح آلات البيانو اللي موجودة في أكتر من مجال. يعني حضرتك بتتكلم آخر تكريم عن إصلاح البيانو، دي حاجة أول مرة يعني بالزبط. أسمعها في التكريمات بالزبط. أنتوا بتدوا رسالة قوية إن في دايما جنود مجهولة. ده حقيقي. ده حقيقي. يعني أنا برضو يعني مش عايز أنسى أقول إنه حضرتك شايف المهرجان قد إيه جميل والناس كلها مبسوطه، في يعني كتيبه كبيره جدا ورا المشهد ده. بدايه من اول حد من عند البوابه لغايه اكبر حد موجود. يعني رئيس الهيئه الدكتور مجدي صابر، لا ده انا هروح اكتر للدكتوره ايناس عبد الدين ومديره الثقافه. قد ايه مهتمه انه المهرجان يطلع اذا ما كانش زي السنه اللي فاتت يبقى احسن من السنه اللي فاتت، وده اللي حاصل فعلا السنة دي. الصور كمان بتجيب شباب، يعني انه الحضور يكون من الشباب صورة مش بنشوفها كتير للمهرجانات يعني او للحفلات اللي فيها عروض فنية لفرق من دول اخرى لفنون شعبية.
انه الشباب يبقى في الصفوف الاولى زي الصور اللي معانا دي، برضو ده تميز للمهرجان. ده تميز، ما هو فكره التنوع الموجوده في المهرجان هي اللي خلت انه حضرتك شفتي بقى كل الفئات العمريه موجوده، من الشباب والاكبر شويه والناس اللي ليها ذكريات مع اغاني الاستاذ هاني شاكر والاستاذ علي الحجار وطبعا شهاده تبقيت الاستاذه كلهم، ففي تنوع رهيب جامد جدا. الجميل في الموضوع انه زي ما جبنا الفولكلور في المهرجان جبنا برضو الاغنيه الشبابيه من المكسيك علشان الشباب هنا يشوفوا الشباب بيغنوا هناك ازاي، يعني مش بس فولكلور مش بس تقليدي، لا والشباب بيغنوا كمان ازاي علشان يبقى زي ما شفنا مثلا فؤاد ومنيب دول موسيقاهم خاصه، هم اللي مؤلفين الموسيقى بتاعتهم. فرقه المكسيك عندها نفس الهدف، جايين بموسيقاهم هم الخاصه. المشاركه الصينيه كانت مميزه ليه؟ جدا. ايه السبب؟ لأنه يعني هم طبعا مميزين على المستوى الفني وشكلهم والوانهم، بس في مشاركتهم في المهرجان ده ايه الجديد يعني اللي اتقدم؟ اولا لان اطفال هم اللي جم شاركوا وقدموا، مش كبار، اطفال بالغناء يعني والرقص وكل بالغناء حاجه، بالغناء والرقص قدموا طبعا موسيقاهم، قدموا فولكلورهم، والملفت للنظر والشيء الجميل انهم قدموا موسيقى مصريه وغنى مصري وفولكلور مصري. يعني قدموا اغنيه ست الحسن لهشام عباس، وقدموا اغنيه طلعت يا محلى نورها. يعني قدموها ازاي؟ بالغنى وبالرقص. يعني تخيل حضرتك البنات كانوا واقفين بيرقصوا فولكلور وبيرقصوا على اغاني لحميد الشاعري وهشام عباس. فيعني كان شيء بديع يعني ومختلف وملفت للنظر، وقد ايه الجمهور كان متقبل دوت ومستمتع بيه. يعني كان في مشاركة بنفس المستوى من دول تانية، يعني بنفس الطريقة دي، انه التضافر اللي حضرتك بتقول عليه ده في الثقافات. اعتقد انه ما اعرفش بقى، احنا لسه مش عايز نقول ايه هيحصل، لكن يعني عندنا طبعا بنما جاية بالفولكلور بتاعها. هنشوف هيقدموا ايه، هم لسه ما قدموش، في الايام الجاية هيقدموا، لكن هم اساسي جايين بالفولكلور بتاعهم. يمكن يكونوا جايبين حاجة معهم مصري، هنخليها للجمهور هم يكسب. في حضور عربي يا فندم؟ يعني كل الناس اللي احنا شايفينها دي من المواطنين المصريين، ولا في يعني دول اخرى حابه تتفرج؟ حضرتك انه غاليه بن راشد موجوده من تونس، جاليه كبيره جدا كانت متواجده، لان زي ما حضرتك عارفه غاليه بتغني تونسي، بتغني مغربي، بتغني عربي بشكل جميل، بتغني مصري، يعني اخذت من التراث القديم المصري، واخذت من ام كلثوم، يعني فعلا كان في تواجد لحد دلوقتي. يعني هي يمكن غاليه اللي مش مصريه قدمت في المهرجان لحد النهارده. هل في انشطه فنيه شبيهه بالمشهد اللي احنا شايفينه ده ممكن تتحقق برضو، توصل لمحافظات تانية، يعني تخرج كمان بره المواسم المعينه؟ ممكن نلاقي حاله حراك مثلا في رمضان، امسيات وبنعزم برضو فرق فنيه، يعني ازاي ممكن ده ياخد طابع الاستمراريه؟ هو اللي حاصل فعلا واللي بيتقدم من دار الاوبرا المصريه انه بيبقى فيه مهرجان صيفي في الاوبرا، وبعدين بيروح على اسكندريه، مش بس اسكندريه، بيروح دمنهور. ما دايما القاهره واسكندريه، عايزين نشوف بقى المحافظات الثانيه. ده اللي حاصل فعلا دلوقتي، يعني اهتمام وزاره الثقافه بانه دور الثقافه اللي موجوده في كل المحافظات ان شاء الله هتنور، وابتدوا بدار ثقافه طنطا. حضرتك عارفه ان وزير الثقافه راح افتتحته، وهيكون في مركز لتنميه مواهب علشان يبتدوا يعرضوا فيه. دي البدايه على ان الخطه تشمل كل دور ثقافه مصر ان شاء الله تنور بالفن وبالموسيقى وبالابداع. فاصل وهنكمل مهرجان القلعه الاحتفالية الكبيرة اللي احنا شايفينها، مش بس من الفن المصري، لا الحقيقة انه على ارض مصر بتلتقي الشعوب من المنطقة العربية ومن خارج المنطقة العربية. خليكم معنا.